الكونغرس الأمريكي تحرك نحو العراق من أجل صد وردع أي هجوم بري عسكري محتمل من قبل إيران تجاه الأراضي العراقية وتحديدا تجاه أراضي إقليم كردستان. والكونغرس بذلك أرسل وفدا من 4 أعضاء، هؤلاء هم الأعضاء الذين جاءوا إلى العراق. نتحدث عن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، هم جميعهم طبعا أعضاء في مجلس النواب وهم من الحزب الديمقراطي الأمريكي، ويترأس هذا الوفد مارك تيكانو الذي ترونه هنا. وفجأة ظهر هذا الوفد مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني في بغداد، ظهروا أيضا يوم أمس في إقليم كردستان في لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان البرزاني. ما الذي يبحث عنه هذا الوفد في الكونغرس الأمريكي وما الذي ممكن أن يحققه؟ بشكل مثير، هذا الوفد جاء إلى العراق بهذا الشكل بعد أيام قليلة من رسالة أرسلت من عضوين آخرين في الكونغرس الأمريكي، هما غاي روشنثالر وكذلك مايكل وولتز من الحزب الجمهوري الأمريكي. أرسلوا هذه الرسالة التي ترونها أمامكم في 17 نوفمبر، ووجهوا هذه الرسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وطالبوا في الصفحة الثانية من هذه الرسالة أن تفعل شيئا الإدارة الأمريكية تجاه الهجمات القادمة من إيران المستمرة بالمدفعية بالصواريخ بالطائرات المسيرة، وبأن هذه الضربات لا بد من ردعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن هنالك خطر على الدبلوماسيين الجنود الأمريكيين وعلى المصالح الأمريكية بشكل عام في إقليم كردستان. وأيضا مايكل وولز ذهب بعيدا في طبيعة الانتقادات آنذاك في تصريح للفوكس نيوز الأمريكية في 17 نوفمبر. الرجل تحدث واعتبر أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها سياسة فاشلة تجاه إيران، السياسة تجاه إيران غير صحيحة وإن عليه أن يغير هذه السياسة. وطبعا بعد ذلك مباشرة جاءت في 25 نوفمبر بعد 8 أيام فقط، أي قبل 3 أيام، رحبت السفيرة الأمريكية في بغداد بالوفد القادم من الكونغرس الأمريكي. وطبعا جاءت هذه اللقاءات التي تحدثنا عنها في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي وكذلك مع القيادات العليا في حكومة إقليم كردستان. واضح جدا بأن الأمور وبأن هذه الزيارة تركز بالدرجة الأساس على التهديد العسكري البري القادم من إيران تجاه إقليم كردستان. وأيضا كردستان 24 كانت قد ثبتت الآتي من هذه اللقاءات التي تحققت يوم أمس وتحديدا مع رئيس حكومة إقليم كردستان، أكدت الآتي: رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد الأمريكي ناقشا أهمية حماية أمن وسيادة واستقرار العراق وإقليم كردستان. كل شيء واضح من هذه القضية، ولكن السؤال: ما الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة بأننا أمام وفود متتالية منذ شهر سبتمبر الماضي حتى هذا الشهر الذي نتحدث عنه، زيارات إلى بغداد وزيارات إلى إقليم كردستان؟ القلق الأكبر هو ما هو قادم تجاه الطاقة تحديدا في إقليم كردستان وتحديدا ضد المنشآت والحقول الخاصة بالغاز الطبيعي وعمل الشركات الأمريكية الموجودة أساسا في إقليم كردستان. سبق لهذه الشركات الأمريكية أن اعترضت وأرسلت رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون له بأن هنالك هجمات عسكرية مستمرة من قبل تركيا وأن هنالك هجمات إيرانية مستمرة بالطائرات المسيرة بالصواريخ وبالمدفعية على كل المناطق الموجودة في إقليم كردستان. تقريبا كل نقطة قد ضربت في إقليم كردستان حتى شرق السليمانية حتى جنوب السليمانية، وبالتالي الظروف صعبة وهذه الشركات الأمريكية لم تعد قادرة على التأدية. البيئة أصبحت صعبة، بيئة غير آمنة في هذه المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن كانت هنالك هجمات من الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تعمل خارج إطار الدولة والقانون، هاجمت منشآت الغاز الطبيعي مثل حقل دانا على سبيل المثال، ضربوه أكثر من مرة، وبالتالي هنالك خطر كبير جدا على الطاقة يأتي على إقليم كردستان في ظل أن هنالك ظروفا صعبة تأتي من الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة طاقة كبيرة جدا. آخر ما تتمناه الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هنالك صعوبة في إمدادات الطاقة أو تقدم الغاز الطبيعي، ليس فقط في إقليم كردستان وإنما في جميع أنحاء العالم في البلدان العالم من أجل تعويض الخسارات والضغط الكبير جدا مع الشتاء القارس. على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا بما
يأتي في إقليم كردستان، وهم يعلمون تماما بأن الأعذار القادمة من إيران فيما يتعلق بالتظاهرات الجارية في الداخل الإيراني. إيران تتحجج بمسألة أن هذه الأطراف المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات وأنها ترسل السلاح وترسل الجنود، بل إنهم في بعض الأحيان تحدثوا أن هذه الأطراف تنتظر فقدان السيطرة عن كردستان إيران من أجل التقدم والسيطرة على هذه المناطق. تعرف الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الأعذار هي أعذار واهية ولا أدلة لها. مثلا مما ظهر على المستوى الإعلامي في 18 نوفمبر الحالي من الأسوشيتد بريس التي كشفت الكثير من تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، كانت قد نقلت تصريحات لمسؤولين عراقيين لم يذكروا اسمهم للأسوشيتد بريس، ذكرت الآتي: قال مسؤولون عراقيون في أحاديث خاصة إنهم لا يرون أي دليل يدعم مزاعم إيران ضد الجماعات الكردية. بل إن اليوم أيضا وكالة فرانس بريس كانت قد التقت بعدد من القيادات لهذه الأطراف الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وأكدت هذه الأطراف بأن لا دليل عليها وهي لا تساعد الأطراف المتظاهرة أو التظاهرات الموجودة في إقليم في إيران، وبالتالي هم اتهموا مباشرة إيران بأنها تختلق قصة غير حقيقية. وهذا التصريح نشر اليوم لهذا القيادي الذي ترونه قال: لا يوجد أي دليل على الإطلاق على قيامنا بتهريب أسلحة من العراق إلى إيران، إنها كذبة اخترقها النظام لإخفاء الحقيقة عن الناس، النظام هو الإرهابي بحسب وصفه وبحسب حديثه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية فجأة وجدت نفسها بأن إيران تبحث عن الكثير من الأمور، هي تهدد إقليم كردستان، هي تهدد بالتقدم بريا طبعا على إقليم كردستان مع الضربات التي نراها بين فترة وأخرى والتي توقفت الآن، هي تهدد أيضا المملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية الموجودة في هذه المنطقة. جماعة الحوثي سبق وأن هددت المنشآت النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية وحتى المنشآت النفطية في الإمارات العربية المتحدة، وكان هنالك فصيلا مسلحا في العراق معروف بهجماته السابقة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا وضع تهديدات على نقاط الطاقة. بالتالي كل شيء أصبح مهددا في هذه المنطقة، وتشعر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا والأوساط الأمريكية بأن هذا قد يختم الأمر الصين مباشرة التي تمتلك اتفاقيات كبيرة جدا ومهمة مع الإيرانيين، فالصين لديها علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة، وهي تبحث عن توثيق أو جعل هذه العلاقات وطيدة وعلاقات أفضل من السابق، وكذلك أنهم في مرحلة قلق من مسألة قد قامت بها الصين مؤخرا، نتحدث عن شهر أغسطس الماضي من هذا العام تحديدا، فجأة إحدى الشركات المهمة الصينية وهي بترو تشاينا دخلت في شراكة في حقل موجود في محافظة ميسان وهو حقل الحلفاية، قاموا باستثمار بالشراكة مع شركة بتروناس الماليزية وشركة توتال انرجيز الفرنسية، واعتبرت فرانس بريس، اعتبرت الأوساط الأمريكية بأن هذا الدخول الصيني هو يوضح بأن الصين بدأت تأخذ نفوذا أكبر في الشرق الأوسط، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد نفوذا متصاعدا للصين ولا حتى لروسيا في الشرق الأوسط، بالتالي الخطر واضح للغاية مع كل هذه التهديدات الإيرانية التي تأتي في هذه المنطقة من أجل تحويل التركيز من التظاهرات التي تأتي في داخل إيران إلى كل هذه النقاط التي ذكرناها. هنالك قضية مثيرة يوم أمس أثارتها وأثارها الحرس الثوري الإيراني عن طريق قنوات التليجرام الخاصة بهم، وقالوا بأن الطريق لتحرير القدس هو يبدأ من باكو في أذربيجان، في تهديد لإسقاط النظام الموجود في أذربيجان وعبر العراق بهذا الشكل يتوجهون للقدس من أجل تحرير القدس. وطبعا هذه نشرت بفيديو واضح للغاية ستلاحظونه الآن، هذا هو المقطع الذي نشر يوم أمس والذي وضح طبيعة التصعيد الذي يأتي في كل الاتجاهات من قبل إيران. لاحظ هنا كيف أن الأمور ستمتد وأن هذا الخط سيمتد من طهران مباشرة عبر بحر قزوين الذي ترونه إلى باكو في أذربيجان، ويتوجه مباشرة إلى الأراضي العراقية متوجها إلى بحيرة الثرثار، وكما نعلم في الأنبار هنالك قاعدة عين الأسد، وبعدها إلى القدس. رغم هذه التفاصيل التي نشروها طبعا بهذا الشكل، إلا أن هنالك نوع من التفاؤل بأن ظروف التقدم العسكري الإيراني على إقليم كردستان
سيكون هنالك إجراء أو توقفا لهذا الأمر بسبب عدد من التفاصيل التي نشرت عن هذا اللقاء الذي جاء يوم أمس من رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شاع السوداني مع رئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان البرزاني. كانت هنالك معلومات عن طبيعة ما تم الاتفاق عليه، ولكن المعلومات أصبحت منتشرة بشكل أكبر وتحديدا بشكل حصري نشرتها العربية الجديدة اليوم عن خفايا وما تم الاتفاق عليه من أجل منع إيران من التقدم عسكريا على إقليم كردستان. والتفاصيل تأتي ببساطة بحسب ما نشرته طبعا العربية الجديد، هي قالت بأن العراق وتحديدا القوات العراقية اتفقت طبعا الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان أن يكون هنالك نشرا للحرس الحدود من القوات العراقية وقوات البيشمركة على الحدود مع إيران. بعد ذلك يجب أن تتوقف الحكومة في إقليم كردستان، الأحزاب الموجودة في كردستان، الأطراف السياسية وغيرها، يجب أن تتوقف من أي عمليات دعم تأتي لهذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. كذلك العربية الجديد ثبتت حقيقة بأن المقرات الموجودة لهذه الأطراف في أربيل وفي السليمانية يجب أن يتم إغلاقها بالتمام والكمال. وأيضا الخطوة الأخيرة يجب أن يكون هنالك تفتيشا لجميع المخيمات التي تتواجد فيها هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان، ويجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة ورقابة الأمم المتحدة. وعلى هذا الأساس إيران لن تجد مبررا بعد هذه الخطوات التي تم الاتفاق عليها من أجل التقدم بريا على إقليم كردستان. هذه التفاصيل كلها التي ذكرها العربية الجديد سيطرحها رئيس الوزراء العراقي يوم غد في زيارة مهمة للغاية إلى طهران لمقابلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. سيضع لهم هذه الخطة متأملا العراق، وتتأمل أيضا حكومة إقليم كردستان أن يكون هنالك تجاوبا من قبل إيران وأن تبتعد عن أي عملية تقدم عسكري خطير على إقليم كردستان.